منذ أن حللت بدنياي تلونت طريقة رؤيتي، أصبحت أرى السعادة تسير قربي، وأراك تلبسين بسمتي، وأرى الأيام تشرق بعز ليلها، وتنبت الأمطار من حديقتي، وأرى روحك على هيئة العطر مرة ومرة أراها على هيئتي، وأراني أسير في الجو وأطير على الأرض وأسافر في بقعتي، وأرى الله بجلاله قد اشتقك من خيالي لتكوني من بعد الخيال حقيقتي، ولا تتعجبي أبدا فدعوانا لم تذهب سدى، وحاشاه ربي أن يضيع دعوتي. كم دعونا، كم دعونا وأطلقنا للغيب الأمان، وها هو اليوم قد تحقق مرتجانا، آن الأوان لنحمل بعضنا بأعيننا ونشكر الله على ما هدانا، آن الأوان لنعيش الآتي ونجرب الأشياء سوية ونضيف لبعض ألوان، آن الأوان لأرى السعادة تسير قربي، وأراك تلبسين بسمتي، وأرى الأيام تشرق بعز ليلها، وتنبت الأمطار من حديقتي، وأرى روحك على هيئة العطر مرة ومرة أراها على هيئتي، وأرى الكون يكبر ويكبر ويكبر ويصبح نقطة في فرحي. إن مجرد الحصول على ما كنا نحلم فيه، فهذا الموضوع لوحده لن يمنحنا السعادة التي نرجوها إلا زمنا قليلا. إذا أردنا أن نصل لمعنى السعادة الحقيقي من وراء أحلامنا، علينا أن نعرف كيف نقدر قيمة ما كنا نتمنى الحصول عليه بعد أن يصبح بين أيدينا. علينا أن ننتزع فكرة مقارنته بكل ما حوله،
ونتعلم كيف نحتفظ بتلك الصورة المشرقة التي لطالما كنا نراه فيها عندما كنا نسعى للوصول إليه. علينا أن نحافظ عليه بأن نحافظ على نفس رؤيتنا وإحساسنا تجاهه ونسمو بهما مع الأيام. خلاصة الكلام: إذا أردنا أن نلمس السعادة من وراء أحلامنا، علينا أن نتعلم كيف نصون أحلامنا قبل أن نفكر في تحقيقها، فلا نفع من أحلام لا نعرف كيف نصونها إن تحققت.